فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حججت متمتعا لكن لم أسق الهدي معي، وإنما ذبحت أضحية في مكة، هل فعلي هذا جائز؟ متمتع، يقول: حججت متمتعا لكن لم أسق الهدي معي. لم يسق يعني لم يذبح الهدي، سوق الهدي ما هو بلازم من الحل، لو شراه من الحرم وذبحه ما في بأس. هو قصده أنه لم يسق يعني لم يدفع الهدي، الهدي باقي في ذمته يقضيه إذا كان يستطيع، كان ما يستطيع يقضيه فإنه يصوم 10 أيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا يعني قصده ما سقت الهدي يعني ما سقت ثمنه، هذا قصده. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.